عمودنا الثاني مناظير من أخيرة الجريدة لزهير السراج، محاكمة أم تمثيلية أخرى؟ هذا هو عنوان عمود السراج لليوم. يبدأ بالقول: لا شك أن مثول مرتكبي جريمة تقويض الدستور والانقلاب على نظام الحكم الديمقراطي بالقوة في 30 من يونيو سنة 1989 أمام العدالة أمر في غاية الأهمية حتى يجدوا جزاءهم العادل ويكونوا عبرة لهواة المغامرات العسكرية من السياسيين والعسكريين الطامحين للسلطة بمزاعم محاربة الفساد وإنقاذ البلاد. الاقتصاص لضحايا دارفور كان يجب أن ينال الأولوية، فهو الأمر الأهم من جميع الجوانب، أولا لتحقيق العدالة للضحايا والمظلومين الذين يتعدى عددهم مئات الآلاف، لا تزال معاناتهم مستمرة حتى الساعة. ثانيا، إنه يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق السلام الذي وضعته الوثيقة الدستورية على رأس أولويات الفترة الانتقالية. يمضي الكاتب أيضا ويقول: كما أن تحقيق العدالة هو أحد أهم العوامل التي تقود إلى التعجيل برفع اسم السودان من قوائم الإرهاب، الحكومة الانتقالية حاليا أمام أمرين: إما تسليم المتهمين وعلى رأسهم المخلوع للجنائية الدولية، وهو الأمر الذي ترفضه السلطات الانتقالية وعلى رأسها مجلس السيادة الذي صرح رئيسه أكثر من مرة وآخرها قبل شهرين في لقائه بقادة الأجهزة الأمنية والشرطية على إثر موافقة مجلس الأمن على إرسال بعثة أممية لمساعدة السودان في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. صرح إذن برفضهم تسليم المخلوع إلى المحكمة، بالإضافة إلى تصريحات مماثلة للدكتور حمدوك، أو هذا هو الخيار الثاني، أو محاكمة المخلوع وبقية المتهمين في الخرطوم بالاتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية الذي لا تلوح في الأفق بوادر لحدوثه. لقد أصدرت الحكومة بيانا على لسان الناطق الرسمي وزير الإعلام عقب تسليم المتهم علي كوشيب نفسه إلى السلطات في أفريقيا الوسطى الذي سلمته للمحكمة، رحب فيه بالواقعة وأبدت استعدادها للتفاهم مع المحكمة لتسليم بقية المتهمين الموجودين في السودان. يقول السراج: أخشى أن تكون محاكمة المخلوع ومدبري انقلاب 89 التي ظهروا فيها بكامل الأناقة ومظهر الراحة كأنهم قادمون من فندق 7 نجوم على حد وصفه، أخشى أن تكون مجرد محاولة أخرى للتحجج بها في تسليمه إلى الجنائية الدولية. يختتم السراج زاويته قائلا: ليس لدي أدنى شك في أنه لن يتحقق للسودان في وجود العسكريين على رأس السلطة والضعف الشديد للحكومة، لن يتحقق لهم أي مطلب من مطالب الثورة، وأخشى أن تكون الثورة نفسها في الطريق إلى المقبرة المعدة لها بإتقان شديد.